طب يعني اي اتاهلنا ازاي لبطوله العاب الافريقيه؟ ايه المشوار اللي حصل؟ ازاي اتاهلنا لبطوله العاب الافريقيه عشان يقولوا منتخب مصر يقدر يشارك؟ احنا عندنا في الكاراتيه هي ما فيهاش تاهيل، احنا بنبقى المنتخب، احنا بس بنمر بكذا مرحله. يعني الاول بنلعب بطولات محليه، بنلعب جمهوريه، بنلعب تصفيات منتخب، وعلى هذا الاساس بندخل المنتخب وبنصفي على الفردي. الاول هو اللي بيلعب كفردي، والجماعي بيتم اختياره بلجنه فنيه بس. وبعد كده احنا كده احنا ده فريق المنتخب المشارك، لكن ما فيش بطوله بنتاهل منها لدوره الالعاب. يعني الفرقه الدوله اللي بتبقى عايزه تشارك بتشارك. هل ده يعني قله الفرق اللي بتطلب تشارك، ولا ده العرف اللي معمول بيه في الكاراتيه من قديم الازل يعني؟ لا، ده العرف. يعني احنا في الرياضات التانية دورة الألعاب بتكون هي نفسها بطولة مؤهلة لحاجة تانية. نعم. لكن احنا عندنا في الكاراتيه لا، هي ما فيش بطولة بنتأهل منها لدورة الألعاب. احنا بطولة العالم اللي اتأهلنا منها لبطولة العالم السنة يعني السنة دي. السنة دي ده قانون جديد. اتأهلتوا للسنة دي. مظبوط. عشان عملنا ايه؟ عشان عملنا ايه في بطولة العالم؟ هم قالوا المراكز الثلاث مراكز الأولانيين هيتأهلوا لبطولة العالم، خاصة صاحب الأرض بيتأهل اوتوماتيك تلقائي. وبعد كده بياخدوا الرابع. فرقتين. لو صاحب الأرض خد مركز من التلاتة الأولى بياخدوا الرابع. بياخد بيفتح فرصة لحد تاني. دي الحالة بتاعتنا ولا؟ لا، احنا كده الحمد لله كده كده كنا متأهلين بالميدالية بتاعتنا، احنا كنا جايبين تالت. فتأهلنا بطولة العالم جماعي السنة دي إن شاء الله. ممتاز. هتبقى فين؟ في أسبانيا بإذن الله. أسبانيا، أنتوا بتحبوا تلعبوا في أسبانيا. طيب أسبانيا شهر كام؟ في شهر 11 إن شاء الله. طب ده كويس جدا، لسه عندنا وقت كبير للاعداد. ان شاء الله. طيب خلينا نروح من التاهل للاعداد، اتعديتوا ازاي؟ هل كان بس بالاكتفاء بمعسكر خارجي، ولا الكاراتيه دايما في حاله اعداد لان البطولات بتشارك فيها؟ لا، احنا بقالنا تقريبا 4 سنين احنا ما بنريحش. يعني احنا في اعداد مستمر. طبعا بيكون في معسكرات مكثفه قبل البطوله بالذات. وبنتمرن بقى عدد وحدات تمرينيه تدريبيه معينه. بس